ربنا سبحانه وتعالى جابر الخواطر الأعظم، جبر خاطر النبي عليه الصلاة والسلام بالإسراء والمعراج. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أسوة حسنة في تعليم المسلمين أو الناس كلها أجمعين، جبر الخواطر، جبر خاطر وبعضهم لبعض. عشان كده قال أهل العلم جبر الخواطر من أحسن العبادات. معانا فقرة جديدة النهاردة نتكلم مع الحاجة ياسمين الحصري وفضل جبر الخواطر في ذكرى الإسراء والمعراج. أهلا بحضرتك يا حاجة، وكل سنة وانتي طيبة. وحضرتك طيبة وجميع المسلمين بخير، وجميع البشرية كلها إن شاء الله كده بخير وعطاء من ربنا جل جلاله. والحقيقة يعني الأيام الحلوة اللي احنا بنعيشها دي بنشكر ربنا سبحانه وتعالى إنه يعني فعلا بيحيينا بيها، وبنتذكر فيها الخير، ونتذكر فيها المواقف الجميلة، ونعيد كده قراءة آيات ربنا في هذا الكون، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وجبر بخاطرنا سبحان الله في كل مواقف يعني الإنسان يمر بيها، يحس إن ربنا سبحانه وتعالى جبر خاطرنا في خلقنا القويم، في سبحان الله هدايتنا، في كل خير ممكن بيلهمنا به ربنا. والحقيقة الإسراء والمعراج ده يعني أنا عايزة أقول إن يعني سيدنا النبي طبعا يعني القرآن سجل الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان يعني ربنا هو اللي أسرى به، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فسبحان الله يعني ربنا لما أسرى بسيدنا النبي عليه السلام كان جبر خاطر لي بعد عام الحزن اللي طبعا يمكن سردنا ليه قبل كده، وقلنا إزاي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كفار مكة والحقيقة يعني عملوا العمايل في سيدنا النبي، يعني حاجة فيها جحود وفيها مشقة على النفس، وبعدين سبحان الله عام الحزن اللي مر به في بوفاة ستنا أمنا العظيمة، يعني ستنا أم المؤمنين سيدة خديجة، وعمه طبعا أبو طالب اللي كان بنسبة يعني كان عزوة ليه، وما لقى بعد موتهم كمان بقى. فيعني كان عام حقيقة كل ما الإنسان يتذكر هذه المواقف يتذكر إزاي سيدنا النبي تحمل الألم. وبعدين بقى كمان لما زهقوا أهل مكة يعني راح للطائف كنوع من يعني هو يعرض عليهم، وقلنا بقى ما لقى من السفهاء ودعاء وابتهاله إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يعني هذا الدعاء اللي قلناه قبل كده. فسبحان الله الواحد تذكر يعني كان لازم يبقى فيه يعني حاجة تسري عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهو قبل كده ربنا جل جلاله يعني طبعا في مواقف كثيرة كان جبر فيها سيدنا النبي، يعني زي مثلا القبلة لما تحولت من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، ده كان إيه؟ ولينولينك قبلة ترضى. قد نرى تقلب وجهك في السماء يا حبيبي يا رب، حس بيه أنه هو فسبحان الله يعني إرضاء برضو لسيدنا النبي. وبعدين لما فتح مكة وإزاي برضو بشروا سيدنا ربنا جل جلاله في القرآن، يعني سبحان الله يعني مواقف عديدة يعني الإنسان يذكرها كده. وبعدين لما نزلت أيضا سورة والضحى والليل إذا سجى، ولما في ختامها بيقول ولسوف يعطيك ربك فترضى، فبكى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال له لن أرضى أحد من أمتي في النار. يعني شوف كمان سيدنا النبي بيكبر بخاطر يعني كل محبيه وكل يعني إيه التابعين لي. فمواقف عديدة طبعا سبحان الله مرت في حياة سيدنا النبي، لكن الحقيقة الآية الكبرى هي فعلا في الإسراء والمعراج. ونشوف إن سيدنا النبي سبحان الله شاف حاجات جميلة، يعني أولا عشان إحنا نتدارس هذه المواقف ونأخذ بالأسباب زي ما حدثت كده الإسراء والمعراج، ده آية الإسراء والمعراج، إن أخذ بالأسباب بمعنى إيه؟ يعني مثلا كان ممكن ربنا كن فيكون خلاص يعرج ويسرى به، لكن لا، جعل وسيلة البراق، البراق ده من البرق اللي هو في سرعة يعني ولونه الأبيض الجميل كان بين يعني يقال زي بين الحمار وبين البغل. فسبحان الله أدي أول حاجة. تاني حاجة يعني وسيلة، ثانيا مشاهدته لسيدنا جبريل على حقيقته، يعني كان دايما سيدنا جبريل بيشوفه في رؤية في شكل اللهم صل على سيدنا محمد دحية. فسبحان الله، لا هو أول مرة يشوفه بقى كان،
وبشهيئته العظيمه عنده 600 جناح، حاجه عظيمه جدا. وبعدين صحبته بقى وصوله، صلى ركعتين في اماكن المقدسه زي المكان اللي فيه كليم الله موسى، وزي في بيت المقدس. المهم يعني بقول لحضرتك وصوله بقى، اول وصوله شوف الترحاب والجمال من رب العزه ان يجعله امام لكل الانبياء والاولياء. الله يؤمهم دايما. الامام ده هو يعني ايه؟ صاحب المكان، وهو يعني ايه اللي له مكانه سبحان الله. فكون سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يا ام كل الانبياء والرسل، اللهم صل وسلم وبارك فيها عليك تشريف يعني سيدنا واي النبي. تشريف تخيلي كل الانبياء وكل الرسل يا امهم سيدنا النبي عليه السلام. ثم يعرض بيه بقى، هنا بقى الايه الكبيره، للسماوات السبع. وبعدين يروح مثلا ايه اول سماء يلاقي فيها مين؟ أبو الخلق كله، سيدنا آدم. سبحان الله. يعني كمان أنت عارفة يعني ده أول خلق الله. فشوف الإنسان لما بيكون يزور حد ويلاقيه كبير القوم هو اللي بيقابله، ده كنوع من الترحاب. يعني شوفي سبحان الله، سيدنا الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام إن أول واحد يقابله مين؟ أبو البشرية سيدنا آدم. ويلاقي حواليه كده أرواح عن يمين وأرواح عن الشمال. اليمين يبتسم لما يشوفهم، ولما يشوف اللي على الشمال يبكي. يعني طبعا ده مفهوم بقى، يعني الصالحين والطالحين. سبحان الله. ثم بعد ذلك يشوف سيدنا يحيى وسيدنا زكريا، سيدنا يحيى وسيدنا عيسى رضي الله عليه السلام. وطبعا كل سماء وفي عبرة، يعني يقول له أدي هو سبحان الله، شوف سيدنا عيسى لاقى ما لاقى إزاي وربنا رفعوا إليه. وبعدين الثالثة سيدنا يوسف، ونحن عارفين طبعا كمان من السيرة إن بعد أحداث سبحان الله في الطائف ربنا نزل سورة يوسف كنوع من التسرية برضو لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عشان يقول له أدها. ودي أحسن القصص طبعا وعبرة. وأي إنسان في ضائقة لما يقرأ سورة سيدنا يوسف كده يحس سبحان الله، ياه يعني سبحان الله، صديق ابن صديق ابن صديق، سيدنا يوسف ابن يعقوب ابن سبحان الله. يعني 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 اقول ايه، شريف وراجل سبحان الله نسبه الشريف ده كله من انبياء. وكون ان هو بقى يلاقي ايضا من اخواته زي ما احنا عارفين القصه لما بنقراها، ويرموه في الجب سبحان الله، وبعدين يباع بثمن بخس وهو يعني الصديق، وبعدين يروح بقى يوصل كمان ويلاقي من امراه العزيز، ثم يسجن، ثم يعني كان دي تسريه عشان خاطر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بعد هذا الموقف اللي كان لقاه. وبعدين في السماء اللي بعد كده يقابل سيدنا ادريس، سيدنا لا سيدنا هارون، لا سيدنا ادريس يا رب، سيدنا ادريس، عشان نعرف سيدنا ادريس ده ربنا رفعه مكانا عليا. وايه واول واحد يخط بالقلم ده معناها العلم والمعرفه. وبعدين يشوف سيدنا هارون طبعا، لان يعني كان طلب سيدنا موسى ان ربنا يعني يجعل له اخوه ليه عونا لي العون لي وسند لي عشان افصح منه لسانا. وبعدين يشوف سيدنا موسى الله، وبعدين كليم الله. كليم الله. ثم بعد ذلك بقى يختم في السنة السابعة يلاقي كده مسنود كده سبحان الله، يعني ايه سيدنا ابراهيم ابو الانبياء. الله. يعني قبله اول واحد ابو البشر، وفي السنة السابعة وفي السماء السابعة يلاقي سيدنا ابراهيم ابو الانبياء. ويشوفه سبحان الله لما طبعا يعني بايه كل ما يعرج الى سماء يؤمن سيدنا جبريل يقول له يقابلوه يقول له اهلا بالكريم ابن الكريم، اهلا بالصالح، فالنبي الصالح. فشوف الترحاب فيه انه شاف يعني كمان مكانتهم في السماوات. وبعد كده بقى سبحان الله يوصل بقى لسدرة المنتهى، ويشوف بعد كده سبحان الله بقى يعني سدرة المنتهى دي شجرة عظيمة جدا تحتها الأنهار. وبعدين سبحان الله يشوف كمان سيدنا إبراهيم مركون بقى على الايه على كرسي العرش سبحان الله. وهذا سبحان الله مقام يعني تحت فوق الكعبة على طول سبحان الله، هذا المكان الطيب. يعني البشر بتطوف عند الكعبة، والملائكة تطوف في كل 70,000 يدخلوا ووراهم 70,000 وهكذا. وبعد كده بقى يشوف سبحان الله التجليات اللي محدش اطلاقا من الانبياء حتى دي تجليات من عند ربنا، وجبر خاطر ما بعده يعني سعاده ان يشوف بقى اهل الجنه ويشوف اهل النار سبحان الله.
لم يرى قبله إطلاقا أي نبي ولا أي رسول إطلاقا. يعني شوف بقى يشوف رؤية، يعني سبحان الله ما كذب الفؤاد وما رأى. فشوف أهل الجنة، وبعدين أولا كم شاف بكمان إيه، شاف سبحان الله سيدنا يعني خازن النار مالك، وهو أيوة أول مالك واحد حزين. يسلم عليه يعني ألقى عليه السلام، السلام عليك أيها النبي، وردت الملائكة اللي هو في التحيات اللي احنا بنقولها. سبحان الله بعد كده بقى يشوف أهل الجنة ويشوف النماذج الجميلة الطيبة ويشم ريحة طيبة جدا، فبيسأل سيدنا جبريل يقول له يا جبريل إيه الريحة الجميلة قوي دي؟ قال له ده ريحة مشطة بنت فرعون هي وأولادها. هذه السيدة المؤمنة الجميلة اللي كانت كاتمة إيمانها فعذبت في سبيل يعني الجهر، وبعدين بتسرح بتسرح لبنت فرعون، فالمشط وقع منها، فقالت سبحان الله يعني بسم الله. قالت لها أبويا؟ قالت لها لا أبوك إيه؟ لا رب أبوكي، ربي 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 ورب أبوكي. قالت له قالت لا الله اقول لابويا الكلام ده؟ فراحت طبعا قالت لابوها الحكايه دي، طبعا كثيرين عارفينها. فطبعا فرعون قال لها الله في لك ربي غيري؟ قالت له طبعا ربي وربك. المهم يعني تخيلي لما يعمل يجيب بقره كبيره من النحاس ويصهرها ويحطهم يحط اولادها فيها ويحطهم فيها عشان يعذبها، وتصمد، وحتى طفلها الرضيع كانت خايفة عليه قوي، فنطق وقال لها يا أمي نار الدنيا ولا نار الآخرة ولا نار الدنيا اثبتي. فيعني كان شاب بقى ريحة المسك الجميلة والريحة الجميلة دي. شوفي عشان تعرفي الإنسان لما يثبت على دينه ويثبت على الحق ربنا بيكرمه دنيا وآخرة. ده حقيقي. وشاف طبعا يعني قعر نعال سيدنا بلال كده، فسأله حتى سأل لما نزل بقى وسأل سيدنا بلال قال له ايه بقى بتسبقني؟ يعني ايه اللي بتعمله يعني؟ ما عرفوش او ما قلتليش عليه. وقال له ان انا كنت دائم الوضوء، يعني اي ما قبل الاذان لازم اتوضى، واي حدث على طول بعديه اتوضى.